والله الحمد لله عاشق، سافا، الحمد لله. علاش ماكش قوي؟ عندي ضربة بليسور صغيرة في الكوادريسيبس. هذه من وقت من اللي كنت في سي بي ولا واحدة أخرى؟ لا لا، واحدة أخرى. مع بن جردين ضربت ضربة في لونترينمون هكا. في لونترينمون أي وقتاش تكون حاضر إن شاء الله؟ إن شاء الله 3 جمعات ماكس ونبدأ نرجع نكور. معناها لونترينمون وقتاش تعرف؟ لونتريمون ديجا نترين، نعم، في ريدوكاسيون مع الجروب، نحكي مع الولاد. مع الجروب هكاك جمعتين اخرين ان شاء الله نرجع. تكون موجود ان شاء الله. بظهرك ظهر لي بدايه الموسم مع اتحاد بن قردين ما كنتش مع الكيب معي هكا، والله غالب كاتب به به تنحكي بعد اكثر تفاصيل على تجربه اتحاد بن قردين. ادم خلينا نحكي على نذكرك شويه بدايه نتاعك، اول نهار بديت فيه في السي بي، لو كان تحكي لنا عن هذا ذاك تذكره اكيد تذكر. اي نذكر، كانزون وقتها طلعت ما كنتش ماشي، عملوا تيست معناها سينيور وانا ما فهميش اسبوار كونتر سينيور. كانوا ناقصين. لا مش نحكي عطلة سينيور، نحكي اول نهار دخلت هزيت ساكك قلت اليوم مش مش كاولين كاول انا مع السي بي ساك ميني ميكول حاجه هكا. صغيره. اي هزيت ساكي وقتها في الخراز نلعبو تيران كون كاسير صغار، مشيت هكاك نكاور في الحومة قالوا لي برا كاور، مشيت مشيت تستي ولا مشيت ديريكت تكاور دخلت؟ والله مشيت النهار الأول قبلوني كاورت. إي تستيت معناها؟ تستيت إي النهار الأول قبلوني قالوا لي إجا مع جروب آخر تريني، وكان من وقتها إيكول ميني من وقتها شنو؟ بوسان. باهي يقول وادم صغير كنت معناتها تجلب الانتباه، كنت ملاعب برشا، كنت تفوت حتى الملاعبين اللي كانوا معاك، صحيح هذا؟ اي بالطبيعه. اي صحيح صحيح. باهي ما لقيتش صعوبات دونك وانت صغير واحد تروح في السي بي؟ لا لا. كانت سهله العمليه، القرايه كيفاش؟ ما كنتش مغروم بالقرايه؟ لا والله كنت نمشي نقرا، من بعديك كثروا معناها استاجيت ايكيب ناسيونال وكوره الوقت نفس الوقت معناها مع لونتريمون. دونك ما تنجمش. دونك بطلت القراية. بطلت. وقتاش؟ دوزيام اني. في الدار ما قلقوكش ما قالكش لا امشي تبع القراية خير؟ بون انا طلعت سينيور ليكيب سينيور ملي صغير معناها 15 هكاك طلعت. دونك ما اي العائلة العائلة ما قالكش صايب عليك من الكورة تبع قرايتك وما اعرف شنو. بالطبيعة بابا ولا عرفوك عندك في ساقيك قالوك شد الكورة فيها فلوس. يا اخي خلوني نختار شنو حاجه نحبها انا معناها. انت حبيت من الاول بالطبيعه يقولوا لي قرايه كبجل وكل شيء، العبيد الكل عائله هكاك معناها. من بعد اقنعتك طلعت. باهي احكي لي قبل هيك حكيت عليها انت شويه، طلوع للسينيور كيفاش كان في السي بي؟ والله طلعت ناقصين 4 جوارات يضلي وقتها كلمونا احنا جماعه الكادي. عام قداش؟ 4 جوارات 2010. مع شكون؟ مع الكنزاري. ماهر الكنزاري. كاو مشيت كورت، خي قال لهم جيبوه غدوه يترينا مع الولد، وانا وقتها ما عنديش ورق ما نجمش نصحح وقتها. 15 عام وقتها. 15 عام. غالي اصلا حتى قانونيا ما عندكش حق تلعب سينيور. ما نجمش نصحح وقتها. علاش؟ 15 وشويه ما نجمش نصحح وقتها، ما فماش ميركاتو ما نجمش نصحح. فهمتك اي. دونك قال لي حتى هو قال لي كان جيت حاضر راني نلعب، نترينا معاهم ديما، نمشي حتى الاوتيل اللي خوتني معاهم. شكون فما وقتها في الايكيب؟ وقتها فاروق حران كامل زعيب محمد سلامه قدام شكون؟ قدام هيثم بن سالم. ليكيب الباهي هذا اللي وقتها ليكيب الباهي هذيك الزوايا معنا زاد. باهي كمل لي طلوع على السنيور كيف ما لقيته سهل ديجا الاولاد الكل دخلت في الجو. وانت تدخل بطبيعتك في الجو تاعها بجو. جو باهي مع الولاد الكل كاو. دخلت من وقتها. ديجا اول ماتش السنيور ماركيت فيه. مع شكون وقتها؟ ربع ساعة مع قفصة مركيت بالرأس. فكيت انت ما حتى طول ماكش طولك نعناعي معناها. 1.76 متر. ماكش طول برشا معناها، ما تركيش ديما بالرأس ظهر لي ذات. الماركي والله الماركي بالرأس، عندي بوتات باين بالرأس. ظهر لي دونك أول ماتش أول بونتو ظهر لي ما خرجش من هاك. نعم. معناتها ركز معايا سيب الانستغرام. باهي تحية للناس الكل يتبعوا فينا، ياسين مرياح قال لك أقوى واحد في تونس آدم. باهي. قلت لك اول ماتش اول بونتو ما فماش بدايه خير من هاك. اي بالطبيعه دخلت في الجو الماتش الاول ماركيت فيه. بعديك زاد حتى في الماتش اميكال ديما ماركي كل ماتش ماركي. قد عملت من عام عاونتني زاد لونترينور جاي يحبني معناها ماهر كانزاري ولا لا؟ عاونتني سي ماهر. هو ما ظل علاش يحبك من قبل ليكيب ناسيونال ولا ليه وقت؟ من اول ليه من ليكيب ناسيونال ما كانش معايا عاد ما كانش راني فينا في الصغار.
اول ما ديجا من بعد رانا يعني معناها وقت ايكيب ناسيونال اولمبيك انا ديجا وقت تريني عنده سينيور معناها فهمت. دونك بونتو حلك ثنيه نقولوا البونتو هذاك في السينيور دخلت من باب الكبير. نعم بالطبيعه. قد عملت من عام سينيور سيابي؟ سيابي 5 سنين. 5 سنين كيفاش كان؟ ادم اسمعني انسى الكاميرا وانسى كل شيء خويا 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 احسبنا كاين قلنا كنا قاعدين في السردارتون. 5 سنين كيف كانوا باهين الوقت هذا؟ باهين الناس الكل ادم كانت تستنى فيك في برشا حاجات من عندك. ايه كيفاش كانوا السيابي وقت البدايه نتاعك؟ بدايه باهي ولا يا كريت معناها نلعبوا حتى في لي جوز افريكان نلعبوا معناها مشينا الكاف خرجنا زاد وقتها من الشامبيونز ليغ خرجنا دومي فينال كاف مع سي اس اس وهزينا كوب تونيزي كاسك فهذه ذيك احسن فتره واحسن بريود مع السي ابي الكل بعد فالي جبت الانتباه مشيت للترجي كيفاش كان الانتقال لاسبيرونس؟ مشيت وقتها كيب ناسيونال اولمبيك انا مشيت صححت مشينا صححنا مشيت صححت اسبيرونس انا وعلي وقتها صافا عملنا دخله باهي وكل شيء. كيف شكون كلمك وقتها تفكر شكون؟ بون هذا قبل هذا هدف التعاقد اللي حاطه طويل مقال فم مباشر حلو برشا محمد علي عبد السلام واحد واحد الكلوب وتطاوين. ما كلمني الرئيس معناه حمد المدب كان مجدي لا لا كلمني مهدي بن غربي اوكي رئيس سي ابي قال لك انا ما حكيت مع حد وقتها فما جمعيات اخرين خاطر وقتها حكيت مع حد معناها سكر التليفون وهو تصرف قالوا لك راهو السي ابي قالوا لك راهو الاسبيرونس يحبوا عليك. وانت كنت ما تحب تمشي الاسبيرونس بالطبيعه. اي بالطبيعه اي واحد يحب يمشي الاسبيرونس. هو ظهر لي الوقت هذاك الناس الكل تحكي عليك كانت ظهر لي في البريود هذيك وصلوك على ذوق راهو كان الاسبيرونس. اي بالطبيعه وصلوني. منين؟ ما حكيت مع حد سكر تليفوني تصرفوا مع الرئيس ديريكت معناها مازلت خاطر انا عندي وقتها كونترا نزلوا لي عامين في السي ابي وقتها. علاش ما حكيت مع حد؟ من غير ما نيغوسي تو كي تبدا جوار سو كونترا كي باش نيغوسي مع جمعيه الرئيس باش يحكم بعد فهمت ما عندك علاش نيغوسي خليته هو يتصرف هو باش نيغوسي هو باش يختار معناها هو عنده الحق اما فما ملاعبيه تفضل تمشي الجمعيه على حساب جمعيه اخرى انت ليه ما كانش يهمك وين تمشي ما يسالش مش تصورش فما واحد فما رئيس يبيع يحب يبيع جوار بقل سوم معناها حتى انت تختار جمعيه اخرى فهمت تبدا قل سوم يبيعك انت شنو من الزوفر اللي جاك وقتها؟ ولا فما الكلوب وقتها فما جمعيات اخرين هو حكي معاهم ولا ما حبيتش مثلا تمشي للكلوب ولا جمعيه اخرى انت قال لك امشي للاسبيرونس مشيت للاسبيرونس ما قلتلوش مثلا لا ولا حاجه بالطبيعه كونترات والاسبيرونس وقت اكثر واحد معناها اكثر فيه فلوس اكثر فيه فلوس وقتها كونترات والاسبيرونس و تنجمش معناها تقول لي اقوى جمعيه ديجا في تونس وقتها اسبيرونس وكا وانت تحب تلعب في الاسبيرونس كنت وقت اي بالطبيعه اي واحد يدخل في جو الاسبيرونس هذا يولي حب من بعد 2015 حتى الوقت ايش قعد 2015 حتى العام ناول 2019 اي حتى 2019 كي 4 سنين كيفاش تقيمهم التجربه في الاسبيرونس؟ والله سافا سيرتو الجو باهي على الاخر غاديك معناها اكيد باش وصلنا النتائج هكاك جونا باهي على الاخر و وجروب محلية على الاخر كل شيء تعدى محلية حسب تحسك انت كول برشا ما على بالكش هكا كل عصافير تلزق العصافير تلزق لا لا ولا لا كان جات فما حاجه درك كيفاش راني قلت لك الجمهور يعتبر ادم ممكن ما خذاش فرصته بالباهي في الاسبيرونس نجم نقول ولا الجمهور غاديك يمنوا بك برشا ويقولوا ادم كان نجم يعطي اكثر الاسبيرونس ولا ايه بالطبيعه كل ماتش ديجا يجي حبوني نلعب وكل وانت تشوف ادم ضيعت فرصه باش تعمل مسيره حتى مخيره بون كل شيء تعدى تو واحد يندم على شيء ما نسيتش نرجعوا نتفكروا شوي تعجب تكون هاي هكاك منك انت ولا من هم؟ لا لا ما نجمش العبيط خويا من حد منك حد. انت معناها لا ديما واحد يلوم على روحه يلوم على حد فيش تلوم على روحك مثلا؟ نعرفش كنت نجم نعمل خير انا نتصور روحي كرويا ولا حاجات خارج الميدان؟ زوز ما يتابعوا بعضهم ايه خلينا نبداو بخارج الميدان اش تعمل مثلا؟ لا حتى شيء ما نعمل فمك الجو السهريات والدنيا والخارجيات والله واحد قبل صغير هكاك حتى مازلت صغيره ما حال انت 26 عام فهلي هكا 26 عام ايه لا قبل واحد صغير هكا تقولوا بدل الجو شويه وكل تلوم على روحك غلطت في حاجات معناها ايه بالطبيعه العباد الكل تغلط اكثر حاجه ندمت عليها شنو؟ اكثر حاجه ندمت عليها
اذاي فذا جوي تما بلون باش تخمم بنفسها بلون تما اكثر حاجه اول ما خرجت من الاسبيرونس هذيك هي قالوا لي معناها نطيحوا لك في السالير وتقعد معنا لا حتى نجيك بعد الخروج نحكي على وانت في الاسبيرونس اكثر حاجه ندمت عليها كنت تنجم تعملها ما عملتهاش كنت تنجم تخليك مسيرتك تكون مخيف في الاسبيرونس ما عملتهاش والله لا فهم شيء فما شيء هي قلت لي غلطت في حاجه لا والله لا قلت لك هكاك معناها عاديه الحكايه باهي نسهل لك انا نسهل لك انا يقول واحد مثلا ما استوديو ما تنجمش تكون في التيران ميك ستيريو تبدا نورمال برا يقول ما يمنش بهم الحكايات هذوكم تاع تاع قبل الماتش لازمك كونسونتراسيون كل عبدو كيفاش سامح يقول واحد يحب تفادليك بزايد ما عرف شنو اي اما كل عبدو كيفاش سبحان الله برا نفادلك معناها انا نبدا نفادلك مثلا نبدا حتى في الماتش كونسونتري معناها تدخل معناتها تدخل التيران يوفى كل شيء معناها بالطبيعه واحد يدخل التيران شو قاعد يفادلك معناتها ما كنتش غلط في الحاجة ذي لا لا انا طبيعتي هذيك ما بدلش طبيعتي في التيران فكر البلاصة كان صعيب فكر البلاصة كان صعيب وقتها في الترجي بالطبيعة صعيب معناها يعني مشيت الترجي دميت الكل جابوهم معناها وقتها غالي كل عام روج بدري يوسف بدري بلايلي الكل معناها انت ادم تحب تلعب على اليمين على اليسار بونتا شنو هي بالضبط تحب تلعب؟ والله ثلاثة كيف كيف اللي تفتح فيها أكثر شنو ثلاثة كيف كيف بونتا ما لعبت جملة ظهري في الاسبيرونس صح؟ لا ما لعبتش ديما على الجنب ما ثلاثة كيف كيف ما يقلقكش معناها ايه ديما ايش يقولوا البنزرتية ما ينجحوا كان في السيابية الأكثرية والله هذيك حاجة ما فهمتش معناها فماش حاجة هكا البنزرتية ما ينجحوا كان في السيابية صحيحة ولا غلط؟ ما قالوش هكاك هما قالوا البنزرتية ما ينجحوش في الاسبيرونس بون تقالت حتى قبل مثلا هات البارات اللي ما نجحش برشا في الرقمين كان متالق في السيابيك مشى للكلوب ما نجحش برشا فاروق من الاول وبعد يمكن خير في الكلوب زاد ما عرفش شكون اللي فكرني قبل فما نتذكر وجد الجبيري في الكلوب كيف كيف ما نجحش زاد الرقمين كان باهي في السيابيك ولا مو صحيح معناها لا لا غلط الحكايه كل عبده كيفاش فهمت فاروق صنع في الاسبيرونس صحايبك عاد فاروق تضربت كيفاش تشوف ينجم يعاون الاسبيرونس السنة؟ اي بالطبيعة فاروق ينجم يعاون الاسبيرونس. جارديان باهي فاروق طن عليه زاد التالي. باش نحطك في بياج خير من معز ينجم يكون. زوز صحابي. بون زوز صحابي اي. زوز صحابي. مادام ينجم يعاون مادام معز ما ينجمش لا زوز قولها باهين زوز قولها باهين. اي شكون خير؟ والله زوز كيف كيف زوز باهين. كيف كيف؟ والله زوز كيف كيف. باهي انت وقتاش حسيت روحك نجم تعاون وما عاونتش؟ وما هبطتش معناها النجم نعاون في الاسبيرونس وما هبطش اليوم بيريود الاخرى نورمالمون حسيت روحكم فورم وما هبطتش وقت ايش بالضبط؟ ما تفكر ماتش مثلا ولا حاجه هكا؟ برشا ماتشات نحب نكور ما تحكيش انت مع ستاف تكنيك ماكش من نوع اللاعبين لا ما نحكي مع حد الحقيقه لعبك لعبك صحاب معهم الكل لا ما نحكيش كلي تمشي علاش ما لعبتنيش ولا فازم كان لعبك لعبك ما لعبكش ما لعبكش حتى كان ما لعبتش مثلا ما نتغشش ماهيش من نوعية كان نمشي نبدل فاز الجو في الجروب ولا نبدا نقالب وجهي ولا فازم ديما تضحك ديما تفادلك هيك ما تقلقش حتى بينك وبين روحك يا دم ليه بطبيعة بينك وبين روحك امبوسيبل ما فماش منها الحكاية عبد ما يتقلقش صحيح اي خاطر نعرف اما فاهم مثلا فاهم عبيد يفازدوا جو في الجروب مثلا يبدا قالب وجهه ولا فاز سينا فما واحد ما لعبش كا وبين روحه خاطر ديما العبد اكيد يحب يكون يلعب يحب يكون موجود بالطبيعه بالطبيعه نحسك انت خاطر كول ديما تضحك ما يهمكش هكا كلهم صحابي الاولاد معناها حتى كان تغششت ولا فاز بتجي معناها في وجه 2000 يلعب في بلاستي ولا فاز يحس درا كيفاش كيف انا مثلا كان جيت نلعب وواحد 2000 قلب وجه ولا عمل فاز درا كيفاش نحسها حتى قدر معناها اصحابك الملاعبين اي بالطبيعه كلهم صحابي وما عندي علاش نعمل فاز كيف كلهم صحابك الكل ورا الكل فما حتى حد عندك مع مشكل عندي حتى حد عندي دوسيات امبوسيبل بالحق والله امبوسيبل انا فما لاعبين سالتهم عليك ما حبوش يخونوك امبوسيبل لا يحبوا لما حالهم يحبوا يفضلكوا كل امبوسيبل يقولوا حاجه دقيقه فما واحد سالته مش يبيعني طول جا عاود لك سعد ايه صحاب برشا انت وسعد بغير الكل صحاب صحاب مع سعد على الاخر ذا اخوي مدام حابش يبيعك بيعك انت نوجه له تحيه بيعني انا باه تعداوا عليك برشا مدربين ادم في السي بي قلت في السي بي في الاسبيرونس اكثر واحد فتحت معاه شكون؟
حسيتو كان يأمن بأدم الجيب الاسبيرانس مو اللي تعديو الكل ما عندي هاي دبلوماسي برشا هكا ساعة ما يساعدنيش هكا ما عندي حتى مشكلة ما حتى واحد معناها هكا أكثر واحد بتحكي معاه معين شعبي رغم اني ملعبش معاه برشا معين يعرف يتصرف مع جواريت معناها باهي كل يعرف يحكي زي حتى ما تلعبش يحكي معاك معين لا يحكي معاي شي يقول لك مثلا شو يحكي معاي يفدلك معاي ما عندوش كلي مثلا واحد ما يلعبش ما يغزرلوش فما ترينوريت هكيك واحد ما يلعبش ما على باله عنده كان شنو الخطاب اللي يحكي معاك تاع اصبر توجي فورستك يحكي يقول كلام به وكل شيء بيه اكثر واحد ما كنتش مرتاح معاه المدربين كنتش مرتاح الكل مرتاح معه تحسك مسالم والله ما فهم والله فهميش والله الكل مريق معه ما عندي حتى مشكله مع حتى انترينور بيه قلت لي معين يحكي معاك وقلت توجيك فورستك خيبته انت ظهر لي في خاصة في ماتش ضد المتلاوي تغش عليك برشا بالواقع الحملة اللي خذيتها بعد قعدت بريود ما لعبتش هذا الوقت اللي لعبت فزتها بعد ماركيت بعد ماتش هيك اي خلينا نحكي على الماتش هذاك هي غلطة هكاك جوار شنو نلعب فيه ساعة شد لي كرة بداية يا اخي دزيته خذيت ورقة حمراء وقت ربع ساعة لعب في العادة نرفوزي انت نرفوزي شوية وقتها نجيك بعد حقي عندي حاجة لا والله ساعات هكاك في الكورة انا مش نرفوز ما عملش مشاكل ما نحكي تعم مشاكل تعم تنجيك بعد ايه تنجيك يمكن كثير انا انسى محضر لك ايه قد ما تفدلك وتلعب برا الميدان قد ما نرفوزي في الميدان ايه تاجم تصير فازيت تغش فيهم كثير واحد يقول كلمة مدريد باهي في الميكرو بالله ياتم الحاجات اللي لوموا عليها لموهم عليك انت في ترجي حكاية السمنة شنو هي حكايتك مع السمنة؟ حكاية البوا مو ديما نكرة في الليل حلو وكل شيء معناها مغلوم بالتبخمير اي خويا كومين جوي بروفيسيونيل ما مورا يرد باله على بدنه سامح الدربالي في تصريح ليه مراك اكيد سمعته قال الخطايا نتاع البوا نتاع ادم يبنو يرتفع ديالها في اللاك ديما خطايا اي خطايا على الميزان الناحيه ولي مش على حاجه اخرى معناها خطايا جي تاع البوا ادم نحس فما عدم وعي معناتها انك تلعب في نيفو في لو نيفو معناها في الاسبيرونس معناها نحس فما ديسبلين معناها يمكن حاجه هذه خليك تبع ديسبلين خليك نكمل لك وبعد نكمل ديسبلين بطبيعه كل شيء تبع ديسبلين اذا كنت تلعب في لو نيفو كما هكا حتى ديك انت كنت اجي تعمل كريم اخير ادم خاطر الناس الكل بالاجماع ادم الناس الكل تحكي عليك على البوتونسيال نتاعك معناها لكن ضيعت نقولوا بالحاجات كما هكا واحد تو لازم حاسيو ينسى الحاجات القدام هذوكم تاع البوا كل شيء وديجا مازلت صغير تو 26 ان شاء الله وجه اخر راهو سنة مغلوم بالبيتزا واللازانيا في بالي اي وصلوا هي لك زبالي فاهم انا قد قلقت من كلمه قالها لك معين على الميزان لا والله لا ما خاطر عندي بحكي ما وصلش روحي يقولوا لي لا والله ما وصل روحي يقولوا لي كلام دراك في وال على حكايه الميزان راح لا ولا ما نوصل روحي ما حتى واحد يقول لي حاجه درك كيف جوز هاوك ينصحني يحكي ماي ما في الاسبيرونس كان فما موعد ذهني محمد العروسي بريباراتي مون قالوا له ديجا اش قالوا له قالوا له كانش تحكي معايا مش تهبل انت حكي معاك لازم هو قال سموحه قالوا كان مش تحكي معايا لازم كان تجيب طبيب الروح قدام بعض حكي معاك هو والله احكي به يا احكي لي شنو اللي مثلا البلوس نتاعو اللي عطاه لك ولا عارفش ولا يحكي لي على زونترينمون كل شيء مش على حاجه تخنه معناها لازمك هكا وتجري هكا فما فايده يفهم هو سبورتيف ديجا هو لا والله فما فايده شنو الخطاب اللي عداه لك معناها برشا حاجات يقول لك فيما يتعلق مع الكونسنتراسيون سورتو في الكوره وكل شيء يقول لي مثلا كي تروح عامل حط حاجات في مخك لازم تعملهم مش غدوه تعمل تطبقهم في التيران فازيت هكاك هذا بالكوره فهمتك بالنسبة للماكلة ليس بيد إلي هو أنت ضاري لحمتك جرية شوية ولا عادي يا متاع عبد نرمال مش جرية عادي نرمال فهمتك لا فوتبول واحد لازم عرفت زفلتوت على الأخر لازم صحيح هو أنت ما كنت قبل صغير بريود الأخرى بعد ولا أي صغير كنت جوان 2019 هادم قضيتك قبل ما ايامات من يوفا الكونترا متاعك قلت لي قاعدين نحكي على التجديد نتاع الكونترا علاش ما كملتش في تراش لا ما تفهمنيش مليح وقتها باش ما تفهمنيش وزيد فهم من عرض وقتها نادي بنزرت كاو اخترت شنو نلعب فيها باش نكور وقتها يا ما قلت لك بليك حبوا يطيحوك في السادير ما حبيتش مش ما حبيتش خلو تنخم مشيت على روح صح شكون وقتها اقترح عليك تجديد انا حكيت مع سيريا هذا وقت
حبوا برشا يهبطوك في السلام تاعك. يهبطوا نورمال. اي قداش تر معناتها مثلا حبوا يطيحوك في السلام تاعك؟ هكاك قلت لي مشيت روحت كاو صح في السيابي. السيابي كان خير المونتون اللي اقترحوا عليك. قداش؟ ما نجمش. باهي حكيت على معين برشا، شنو رايك اليوم في الانتقادات للمعين الشعباني رغم اللي توج بزوز تشامبيونز ليغ اليوم يحكيوا عليه برشا؟ بون في ليسبيرونس ليسبيرونس جمعيه ما تبارش معناها تو كل وقت ووقته كيما نقولوا مثلا ينجم يبدا مثلا جوار باهي قبل وطاح شويه من بعد معناها باش ينتقدوه بالطبيعه اي عبد هكاك ديجا في الكوره نهار معاك ونهار مش معاك كورة ما ترحمش هكاك. انت شنو رايك الاسبيرونس تشوفها مش قاعده تقنع اليوم بالملاعبين اللي موجودين فيها؟ بون فما جوارات باهيين في الاسبيرونس وكل شيء ما نعرفش تويكا ما تحكمش عليها مازالت كي بدات معناها البطوله. سبع ماتشات نتصور من بعديك كل شيء يوضح حتى كليت الكلاسمون قراب لبعضهم الكل. اي سبع ماتشات ثمانيه تهرب واحده تفهم كل شيء في تونس هكاك. شنو حكايه شعبان؟ شعبان؟ اي علي البريقي قال لك شعبان واتباعه الكل. ابي ادم كاش لعليا صاحبي ادم علاش العلاقه مع ترجي ما وفاتش بصفه وديه؟ كيفاش؟ خاصة فيما يتعلق بامور الفلوس ويحط بعد شكيت بلجنة النزاعات. نعم بالطبيعة توا نتصور جمعية مثلا أي جمعية في ابخيتو هذاك حقي أي جوار زاد في تونس مثلا يقولوا ما يشكيش بالجمعية ولا ما نعرفش علاش فما جوارات مثلا سبوهم ولا فاز هذاك حق الجوار معناها ملاعب يكور ديجا حتى كي يبدا فما فلوس أخرين في وسط فما فلوس اخرين ابار هذوكم في وسط معناها السيزون 2017 2018 فما ما سي بون يموتوا عليه الجوار في تونس هذوك. لا متفاهمين اما في العاده الاسبيرونس معناها بصفه وديه تاخذ فلوسك من غير ما تشكي ولا ما حبوش يخلصوك وقتها. بون ما حكيتش باش يخلصوا معناها جست شكيت وكا اي فهمتك مش كلام نقول ما تعطوني فلوسي ما نكلمش بطبيعتي ما نكلم حد. علاش؟ انا هكاك كل عبد بطبيعته خشم انا ما نكلم حد. الهدف الثاني للسي ابي هاي الحمد لله ان شاء الله يسار اليوم. وقتها كان فما اوفر من ليتوال بعد ما خرجت قبل السيابيه بعد ما خرجت من لا لا فما كلام حكيت وكل من بعد ما سي اس اس كيف ليه؟ لا من بعد ركزت مع السيابيه. ما كانش فما حد شيء اوفر اوفيسيال ولا حاجه. واضح. باهي نمشيو للاخبار نعمل ترتيحه شويه. تعبت حتى تعبت فيسع. باهي الاخبار وبعد